كان يا مكان في قرية بعيدة جدا على قمة الجبل حدث جميل جدا. في هذا الوقت بالذات ولدت طفلتان متشابهتان، الأولى أميرة. فرح الملك والملكة كثيرا. كانت الأميرة أناليس تحصل على أفضل الأشياء. الطفلة الثانية سميت إريكا، أحبها والداها كثيرا كما يحب الملك والملكة الأميرة، لكنهما كانا قلقين، كانا فقيرين، كيف سيهتمان بطفلتهما الصغيرة؟ مرت سنوات كثيرة، تعلمت الأميرة واجباتها الملكية. بينما كانت إريكا تتعب في عملها كخياطة لدى مدام كارب البغيضة، بما أن الأميرة والفقيرة كانتا تعيشان حياة مختلفة لم تلتقيا حتى الآن، لكن القدر أراد أن تلتقيا. المنجم الملكي. عندما قال العمال للملكة لم يعد هناك ذهب، الملكة الأرملة صدمت. أصبحت المملكة مفلسة، كيف ستهتم بشعبها؟ ليتها تستدعي مستشارها الوفي بريمنجر، لكنه ذهب في رحلة بعيدة. كان يجب أن تفعل شيئا بسرعة لإنقاذ المملكة، لكن ماذا؟ ثم خطرت لها فكرة. في الجوار كان يعيش ملك شاب ثري يبحث عن زوجة. تأخرنا كثيرا، لدينا 20 أو 22 دقيقة كي تستعدي، ثم نذهب لتلقي خطابك في مؤسسة التاريخ، وبعد ذلك يجب أن نسرع، أعني كثيرا، لشرب الشاي في مؤسسة الزراعة، ثم هناك دروس رياضيات ودروس مدام كارب. ماذا تظنين أنني أدير هنا؟ ملهى؟ لا، بل سجن للمديونين. استمري بالضحك، ستعملين لحسابي ل37 سنة أخرى. دفعت نصف الديون حتى الآن، ولكن هناك الفائدة، كان يجب أن يفكر والداك فيها قبل أن يستدين. فعلا هذا لأطعامي. إنها غلطتهما. آسفة جدا عزيزتي، لكن كما تعلمين يجب أن تتزوجي الملك دومينيك، إنها الطريقة الوحيدة لننقذ شعبنا. أنا أعرف، إنه واجبي. أوه، انظري، هدية أخرى لك. وضع هذا هنا. أنا وضعته. فلنتذكر ما نفعله، نحن نسرق الذهب. هل هذا يلمع؟ لا. له قيمة؟ لا. هل سيفرح الرئيس؟ لا. ركز نيك، هذا ما ينقصك، والعقل أيضا. مرحبا سيد بريمنجر، لقد عدت إلى هنا باكرا. آمل أنها كانت رحلة جيدة. تفضل سيدي، قطعة الذهب الأخيرة من المنجم الملكي، لم يبقى شيء.
أجل، لأنه كله لك. أجل، إنه كذلك، كله لي بالطبع. أخيرا. حسنا، لكن هناك مشكلة صغيرة جدا. رئيس الأمير الرئيس، مفهوم؟ حسنا، قررت الملكة أن تزوجها لملك دانيكا الأسبوع المقبل. ماذا؟ قررت بدون أن تسألني؟ من تظن نفسها؟ الملكة؟ أنت مجرد أبلة. حسناً، إنها الملكة، لديها تاج وصولجان وتجلس على كرسيها الكبير والفخم و... أصمت الآن. استمتعي به الآن أختاه، لأنه لن يبقى لك مطولة. أرجوك، هل تتوهم مجدداً مايدس؟ لنقل إن العرش سيصبح ملكاً لسيدي بريمنجر، وكل ما هو ملك له يصبح حكماً ملكاً لي. مايدس؟ سني؟ لا لا، ليس سني. لا. لا. أتمني أن يكون لك 9 أرواح سرافينا، لأنك ستحتاجين إليها. أنا السفير بسمارك، جئت بدعوة من الملكة. جلالة الملك، هل أنت متأكد من هذا؟ أجل. أدخل. جوليان، في الوقت المناسب. ما رأيك صنفته كمعدن حديدي؟ جميل، لكن ليس قيما، يعرف بذهب المجانين. أحسنتي سمو الأميرة. سمو الأميرة؟ ولم الرسميات؟ هذه أنا. الملكة أرسلتني، يبدو أن السفير وصل ومعه هدية لك. السفير وصل بهذه السرعة؟ باسمي الملك دومينيك أقدم لك هدية الخطوبة هذه. شكرا سعادة السفير. الأميرة أناليس ستسر كثيرا. لدي سؤال لو تسمحين، هل حددت موعدا للزفاف؟ هل يناسبكم بعد أسبوع؟ الأسبوع المقبل. إنه قرار حكيم جدا جلالتك. ممتاز، سأرسل بطلب الملك دومينيك كي يتعرف إلى عروسه. تبدوان سعيدتين، تفعلان ما تريدان. ترى كيف هو الملك دومينيك؟ متأكد من أنه مناسب. يجب أن أتزوجه، لكن أحيانا أتمنى. حسنا. يبدو أنه يحب الموسيقى، يعزف 3 آلات، القانون والبوق والبيانو أيضا. أناليس، ستحتاجين إلى ردائك. حقا؟ لماذا؟ لا شيء أفضل من الخروج في الهواء العذب. ليت الأمور بهذه البساطة. هيا سرافينا. من الرائع أن أكون خارج جدران القصر، لا أحد يعرف من أكون. إذن أي واحد كان منزلك؟
كان غرفة في الواقع، لم نملك منزلا. أوه، لم أقصد. أنا أعرف. الطابق الثالث إلى اليسار، أنهيت كل دروسي هناك. دعيني أقدم لك هذه الوردة الرائعة المفضلة لدي، لكن كنت تعرف. رائحتها جميلة. سأعود في الحال. لنستمع إليها سيرافينا. مجدداً مدام كار. انتظري، أنا جنيتها. وأنت مدينة لي. هل ظننت حقاً أنك ستجنين المال من الغناء؟ عودي إلى العمل يا فتاة، وإلا فستواجهين مشكلة. يا لها من أغنية جميلة. شكراً، أمي علمتني. أرجوكي، أنت أولاً. أرجوك ناديني أناليس. أناليس، اسمك يشبه اسم الأميرة. حسناً. أوه، أنا إريكا سمو الأميرة. ألا يجب أن تكوني داخل القصر؟ أتذوق طعم الحرية لأول وآخر مرة قبل أن أتزوج برجل غريب لا أعرفه. على الأقل لست خادمة مستعبدة. خادمة مستعبدة؟ إذن أنت مغنية؟ لا، أنا أعمل في سجن مدام كار. أقصد ماما لثياب. أحب أثواب مدام كار. أنا صنعت ثوبك هذا. أنت صنعته؟ إنه المفضل لدي. يبدو التصميم معقدا جدا. ليس لهذه الدرجة، لكني لن أخبر أمي كي لا تخيب أمالها. أفهم جيدا ما تعنينه. هذا مدهش، ما عدا لون الشعر. كأننا توأمان. لكن ماذا عن هذا؟ لا، لا أظن. تفضلي سموك. هذا غريب. سيرافينا! ولفي! اسمع، إياك والحمقات مايدس، فأنا أقوم ببرد أظافري دائما. سوف أجازف. أحذرك، اتركها بسلام. وإلا ماذا تفعل؟ تبصق في وجهي؟ قوي جدا روفر. أنا وولفي، ليس روفر. حسنا، شكرا وولفي وليس روفر. اسمي سيرافينا. أنا لم أرك هنا من قبل.
لا أظن أننا نقصد الأماكن نفسها، لكن يمكننا تغيير هذا. ها أنت، هل سمعت هرك ينبح؟ لديه أسلوب خاص يميزه. آسف سمو الأميرة، يجب أن نعود الآن. ذات يوم يجب أن تغني لنا في القصر. حقا؟ سأرسل أحدا لإحضارك. سأكون عند مدام كار. إلى اللقاء إريكا، أنا لن أنسى. إلى اللقاء. هيا بنا وولفي. وولفي، تلك الهرة سحرت، اتبعني. هيا. نجحنا، هيا بنا. تعال نيك. مهمتنا القبض على الأميرة وليس هرتها. صحيح، لما أمسكنا الهرة؟ اسمح لي أن أشرح لك أيها الأبلة. جيداً على الإطلاق. أوه، هل أنت بخير؟ لا، أنا لست بخير. سيدتي في الداخل مع مجرمين اثنين، وهناك وسخ. وسخ على قفاي. من أنت؟ أغفي. تشرفت بمعرفتك إرفي. أنا سيرافينا. أنا أمركما أن تفتحا الباب. حاضر سمو الأميرة. حاضر سمو الأميرة. نحن المسؤولان هنا أيها الأحمق. صحيح، عرفت ذلك. أنا لا أصدق أنهم يمنعونني من الدخول. أميرتي تحتاج إلي. الرئيس سوف يساعدها. أي رئيس؟ ذلك الرئيس. إنها الآن في قبضتنا سيد بريمنجر. أتعرف أنني وراء هذا؟ وهل هذا معقول؟ جيد، أبقيها هنا حتى إلغاء زواجها بالملك دومينيك، ثم سنرى من ستتزوج الأميرة. أوه، إنه فعلا شرير، تماما مثل كلبه. أيمكنك أن تصعدني إلى السطح؟ أوه، أنا لا أعرف، إنه عال جدا. بل يمكنك ذلك، ثق بي إرفي. عد حتى ثلاثة. شكرا إرفي.
يجب أن تقوم الفتاة بواجبها مهما كان. سيرافينا؟ أنا ببساطة لن أنظر إلى نفسي أبداً. أناليس، أناليس عزيزتي، هل أنت هنا؟ ترى أين هي؟ لم أرها عند الفطور. هل هناك شيء على مكتبها جلالتك؟ أوه، رسالة لي. تقول إنها هربت كي لا تتزوج الملك دومينيك. إن هذا سيء جدا. يجب أن نجدها، قد تتأذى. سأرسل فرقا للتفتيش عنها حالا. أنا متأكد من أنها لم تبتعد كثيرا. بريمنجر، ماذا كنت لأفعل من دونك؟ هذا أمر معيب وإهانة خطرة. متأكدة من أننا سنجدها؟ أصر على إلغاء الزفاف إذا لم تعد الأميرة قبل انقضاء النهار. هذا ليس منطقيا، ولما قد تهرب؟ لماذا لا تتأكد بنفسك؟ زهرة الليلة، وأين وجدتها؟ على مكتب الأميرة. ربما أساعدك في البحث عنها. ولماذا لا تهتم بكتبك؟ أيها الفتى، أليس هذا مسليا؟ الليلة لا تعطر أبدا أدوات الكتابة بالليلة، بل تستعمل الوردة دائما. أهلا بك سيدي، أتبحث عن ثوب زفاف لسيدة مميزة؟ أؤكد لك أنك ستجد الثوب الأجمل عند مدام كارب. إذا سمحت أريد أن أكلم إحدى الخياطات. الأنسة إريكا. لا أصدق، أرسلت الأميرة بطلبي. في الواقع سأغني في القصر. أنا جئت لأن، لكن لست جاهزة، يجب أن أتمرن. ليتني أقدر. يجب أن أبدل ثوبي. ماذا أقول، ليس لدي إلا ثوب هذا. مهلا، ألي هذا أنت هنا؟ أنا آسف لكن لا، الأميرة مفقودة وأريد أن تساعديني على إيجادها. أنا؟ ما الذي سأفعله؟ تتظاهرين بأنك الأميرة. هل فقدت صوابك؟ اسمعي فقط، أشك في أن بريمنجر مستشار الملكة احتجز الأميرة في مكان ما كي يلغي الزفاف الملكي. هذا مريح. إذا تظاهرت بأنك الأميرة لفترة قصيرة فقط، فسأجعل بريمنجر يعترف أين يخبئها. أتظاهر بأنني الأميرة؟ يمكن أن يرموني في السجن أو أسوأ. وأنا أيضا، لكن إنها في ورطة، أليس كذلك؟ فتاة مثلي أنا، لقد قبلت. الشبه لافت حقا، ما عدا لون الشعر. فكرت في ذلك. وولفي، مريح. شقراء في علبة. جوليان،
هناك تفصيل صغير جدا لم ننتبه له. لا أعرف كيف أتصرف كأميرة. اتركي الأمر لي. كل شيء موجود هنا في كتاب اللياقة. لنبدأ الآن. ممنوع التذمر، التفاخر، التعرق، الغضب، الوقوع، التعثر، التجشؤ، الثرثرة وتضيع الوقت. ابقي حاضرة، ابقي لطيفة وفخورة. هذا قرار رسمي. بسبب اختفاء الأميرة، زفافها من الملك دومينيك قد ألغي. جلالتك مهلا، اسمح لي أن أقدم الأميرة أناليس. عزيزتي، ولكن أين كنت؟ أنا آسفة، لم يكن علي أن أهرب. عديني بألا تفعلي هذا مجددا. يجب الإصرار على إلغاء الزفاف. أجل، لكن الاتفاق اتفاق ولن يلغى الزفاف. الملك دومينيك وصل، سيصل غدا. رائع. سيصل غدا، ثم تفصلنا أيام قليلة عن الزفاف. هل رأى أحدكم نظارتي؟ أرجو المعذرة، سأذهب لأهتم بالاستعدادات. سمح بدخول هذا المسخ القذر. أكل شيء بخير بريمنجر؟ سيصبح قريبا. ماذا لديك هنا؟ من شجرة تنوب. ماذا يفعل بريمنجر في الغابة الغربية؟ جوليان انتظر، أريد أن أعرف كيف وجدت أناليس. بالتأكيد جلالتي. آي، أنا أعرف أن لديك 5 كبة. ماذا تقصد بأنك تعرف؟ لقد رأيتها. تقصد أنك غشش. أجل، أقصد لا. النجدة، النجدة، أرجوكما ساعداني. نعم سمو الأميرة. ما هذا؟ أسرعا. شبح، أمسكا بسرعة. أكبر سنا، أمسكه أنت. أنت أقرب، أمسكه أنت. النجدة، أمسك بي، أشعر بيديه علي. النجدة، لا. أحسنت سرافينا. النجدة، أرجوك لا تأخذني. هيا هيا. أدخلاني. أيها المغفلان. أيها الرئيس، كل شيء بخير هنا. بخير 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 بخير. إلى اللقاء. قل لي كيف هربت. من؟ من؟ الأميرة. أيها الأحمق الأبلة. الأميرة هنا، إنها نائمة. ألست نائمة أيتها الأميرة؟ أجل، أنا نائمة. والآن رئيس، لا تريد أن توقظها، أليس كذلك؟ إنها أميرة. أجل، إنها أميرة، إنها أميرة مزعجة جدا.
نومي أيها الأحمق. نومي صحيح، عرفت ذلك. انهب من ذلك السرير. أفهم كيف هربت الأميرة منكما أيها المغفلان، لكن لماذا لم تخبر الملكة أنها كانت محتجزة؟ هناك شيء غريب، يجب أن أحل لغز الأميرة إذا أردت أن أصبح ملكا. ملك بريمنجر؟ أتبحث عن شيء جوليان؟ كيف ستصبح ملكا؟ أنت الأستاذ، يجب أن تعرف كل الأجوبة. الأميرة، أنا ليز. إذا كنت الأميرة فأنا الملك. لكن أنا حقا الأميرة. حقا؟ إذن كيف يعقل أنني رأيت الأميرة تأكل مع الملكة؟ ولكن أي أميرة؟ والآن ارحلي قبل أن أفقد أعصابي. أنت تتكلم مع الأميرة أنا ليز، دعني أدخل. قمت ارحلي حالا. يساعدنا هنا. ماذا تفعلين هنا؟ ما الذي تقصدينه؟ ولا أي كلمة، ستأتين معي. لم تنتهي بعد؟ لو لم تكوني بقارة كسولة لكانت هذه الأثواب منتهية الآن. كيف تجرئين على مكالمتها هكذا؟ كيف أجرؤ؟ كيف أجرؤ؟ فقط قولي من تظنين نفسك. الأميرة أناليس. هذا مضحك، لا يكفي أن تغيري شعرك كي تشبهي الأميرة. أنا والأميرة صديقتان حميمتان. أوه حقا. والآن أصمتي وعودي حالا إلى عملك. أنا أحذرك، إذا عملت الخياطات بهذه الطريقة فلن نشتري منك الأثواب مجددا. أنت تحذرينني؟ سوف تغيرين تصرفاتك في الصباح، لن تخرجي من هنا قبل أن تنهي كل الأثواب. إريكا. إريكا، احتجزت من جديد. إريكا، هذه أنت صحيح؟ من صنع مدام كارب فقط. إذا استطاع ولفي الدخول والخروج فسيرافينا تستطيع ذلك أيضا. هذا متعلق بك سيرافينا، خذي هذه إلى القصر، عندما يقرؤونها سيعرفون أني هنا. ظننته حلما لكنه حقيقة. وولفي، يجب أن نتصرف وكأننا نعيش هنا، لن نفضح أنفسنا. كوني أميرة
كوني أميرة. تفضل. هذا صوت كلب سموه الأميرة؟ هل أنادي مطارد الكلاب؟ لا لا. كل شيء بخير. فطورك سمو الأميرة؟ حقا؟ في السرير؟ إنه كالعادة. أجل بالطبع، شكرا لك. ما كل هذا الطعام؟ أتأكلين؟ لا لا أقدر سمو الأميرة. لكنه يطعم جيشا بكامله. هيا كلي هذا. شكرا لك سيدتي. سوف أجهز الحمام. أتريدين الفقاقيع أم الأملاح أم زيت الخزام؟ كل شيء. هل ستخبرها أنك تنكرت بزي خادم؟ متأكد من أنه تصرف حكيم جلالة الملك؟ لا لست أكيدا، علي أن أكون صادقا. أظنها ستفهم. أنا أيضا لم أريد الزواج بغريبة. قد لا أخرج أبدا من هنا. ما الأمر ولفي؟ هل أنت مريض؟ شيء ما في حلقك؟ مهلا لحظة، أتحاول أن تموت؟ عزيزي. والآن انتهى هذا الثوب. تقريبا. لا سموك، لست مضطرة لفعل هذا. لن أدعك تفعلين كل هذا وحدك. كيف سأفعل هذا؟ سيفضح الجميع أمري، سيرمونني في السجن بلمح البصر. جوليان، أين أنت؟ لما لست هنا؟ سمو الأميرة الجميلة. ماذا يفعل هذا الهر الغبي هنا؟ هذا هري أنا. إنه لك. أعتذر كثيرا سيدتي، إنه لطيف جدا. والهرة الأخرى؟ إنها في مكان ما هنا. فهمت، نادرا ما تفترقان. الملكة أرسلتني كي أرافقك للقاء الملك. شكرا. أقدر تفهمك جلالة الملكة. أنا أيضا ملك دومينيك. أعتذر كثيرا عن التأخير في الزفاف بسبب ابنتي، لكن سوي كل شيء الآن. أعلن عن وصول الأميرة أناليس. مرحبا عزيزتي، اقتربي. أريد أن أعرفك إلى الملك دومينيك، يريد أن يقول لك شيئا. ترى أين هي نظارتي؟ لقد تشرفت. الشرف لي جلالة الملك. أرجوك ناديني باسمي دومينيك. ناديني أري، أقصد أناليس، الأميرة أناليس. هذا اسمي. وف. 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 أرجو ألا تكون عضته مثل نباحه. أنت تعجبه. بالطبع تتساءلين لماذا تنكرت بزي خادم. أردت لقاءك بدون كل هذه الشكليات لأعرفك على طبيعتك. طبيعتي. أيها الملك دومينيك، أتشرفنا بالعزف على البيانو؟ أعرف أنك تحب الموسيقى. هذا صحيح؟ سأفعل، شرط أن تقبل الأميرة أن تغني معي. أغني معك؟ لا لا، أنا لا أقدر. شيء ما يقول لي إن لديك صوتا رائعا. هذا مدهش.
أجمل غروب شمس رأيته. لديك شيء مميز، أنت صادقة ولا تتظاهرين، يعجبني ذلك. إلى الغد سمو الأميرة. صادقة ولا أتظاهر. أولفي، ما زالت جوليان والأميرة مفقودين، وأظنني بدأت أغرم بالملك. إنها هرتنا الصغيرة الضائعة وعنيدة أيضا. نعم، لم أحب الهرة يوما. خاتم الأميرة، هذا غريب. متجر مدام كار، ربما كان هذا حل اللغز. أميرتي، برامنجر، وجدت خاتمي. لقد أحسنت هرتي أميرتي. سرافينا، ماذا أصابك الآن؟ تعالي بسرعة أيتها الأميرة، أخبريني كل شيء في الطريق. لكن أولا دعني. لا 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 وقت سمو الأميرة. أيتها الأميرة، هيا هيا. ماذا نفعل هنا؟ نقوم برحلة صغيرة سمو الأميرة. أنت كنت وراء هذا؟ تصرف ذكي، إيجاد شبيهة لخداع الملكة، لكنه ليس ذكيا كفاية. أنا انتصرت وانتهينا. سرافينا، تسرني رؤيتك مجددا، انتبه لخطواتك. أنا لا أفهم برامنجر، لما تفعل هذا؟ ليصبح ملكا. وكيف ستصبح أنت ملكا؟ ما زلت تستخفين بي، أليس هذا ملكيا؟ أراد الزواج بك. ماذا؟ الآن يفكر في عروس جديدة. والدتك امرأة جميلة جدا. جوليان، أناليس، كم سيحزنون عندما يعلمون أنك مت في حادث مأساوي. لن يتوقفوا عن البحث عن الأميرة. أو سيفعلون عندما أريهم هذا. هذا مضحك. ينفع. يجب أن نوقفه. بذل جهدا أكبر. We'll be right back.
يبدو كل شيء منظما. شكرا أيها السفير، ستتوحد المملكتان رسميا بعد الزفاف غدا. جاهزة عزيزتي؟ جاهزة حسنا. إلى زوجتي العتيدة. واو، أمسكها، إنها دجالة. بريمنجر، ما الذي تفعله؟ ابتعدا عني. اتركا الأميرة، إنها مخادعة، فتاة فقيرة. هل تقصد أنني لا أعرف ابنتي؟ لقد اكتشفت الحقيقة بنفسي جلالة الملكة. ألم تتساءلي لماذا لم نرى جوليا مؤخرا؟ إنه متآمر مع هذه الدجالة. أخذا الأميرة وخبأها في المنجم الملكي كي تحل هي مكانها وتتزوج الملك دومينيك ويستوليا على المملكة. وأي إثبات لديك عن هذه القصة السخيفة؟ عندما اكتشفت هذه الخيانة حاولت إنقاذ الأميرة لكنني تأخرت. خربا المنجم ودمراه. هذا ما وجده عمالي في الأنقاض جلالة الملكة. لا، هذا مستحيل. انظري إلى كتفها، ليس هناك وحمة ملكية، أؤكد لك. هذا صحيح. أنا لا أصدق هذا. سأشرح لكم. ارموها في السجن. لا مهلا، أنا لست الأميرة، لكنني لم أؤذها أو أؤذي أيا كان. هذا مستحيل، إنه عار. أنا أردت فقط أن أنقذ الأميرة. من هو؟ السجن. ابنتي المسكينة. ماذا يظنوننا؟ مغفلين؟ كيف يحاولون تزويجك بفتاة فقيرة؟ هذا غير منطقي. أنت على حق، من الأفضل أن نغادر المكان بسرعة. من أبحث عنه؟ بريمنجر، ما الأمر؟ تواجهين مشكلات كثيرة، جئت للمساعدة. لا تقدر أن تستعيد ابنتي؟ هذا صحيح، لكن لدي الحل لإنقاذ مملكتك. قمت بمشروع تجاري ناجح جدا، يمكنك القول إنني وجدت ذهبا. أنا ثري كالملك دومينيك. أنت ولفي صديق السغفينة؟ أحب أن أكون هكذا. تحتاج للمساعدة والأميرة أيضا. ماذا؟ خذني بسرعة. آسفة سرافينا. لا أمل. أنا آسف أناليس. أتعرف لماذا لم أرد الزواج بالملك؟ لم تكوني جاهزة. لا، كنت مغرمة بشخص آخر، صديقي المفضل، الرجل الذي علمني الكثير جوليان. لكنني لست ملكا ولن أقدم ما يقدمه.
أنت تشبه هذه الصخرة؟ متواضع من الخارج لكنك كنز من الداخل. سنخرج من هنا بطريقة ما، أعدك. لا تقل لي إنها في الداخل. حسناً، أنا لن أقول لك ولفي. أو أشعر، أو أجل أشعر بالدواغ؟ لا، أشم رائحة. هناك مدخل آخر. ما أروعك! وأنت تنظرين إلي، رائع. هاي 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 هاي، ها هنا. ماذا تفهم من هذا؟ أنت حفاظ ممتاز. شكرا، لكن قصدت أنظر. هذا الطريق سيأخذني إلى سرافينا والأميرة بالتأكيد. لا 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 أنت ستنزل إلى هناك؟ الهر يهبط على قوائمه حتى لو كان ينبح. هر إريكا؟ فتحة منجم قديم. مرحبا، أمن أحد هنا؟ مياه، هيا ساعدني. رائع. لا 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 إلى القصر. لكن أوامر الملكة. حسنا إذا. تبدو وسيما سيد نيك. وأنا سعيد سيد نيك.
لازم يا عزيزتي، سوف تصبحين ملكتي. هذا فقط لأنقذ شعبي، ثروتك ستساعدهم. من هنا. هاي. أظنني أستحق هذا. دومينيك، يجب أن أشرح لك. لا أصدق أن ما يقوله بريمنجر عنك صحيح. أنت تحب التنكر، صحيح؟ هيا علينا أن نسرع. هل تقبل بريمنجر بهذه المرأة زوجة لك؟ أجل، وكيف سأرفض؟ وأنت ملكتي، هل تقبلين بهذا الرجل زوجا لك؟ أنا أنا مهلاً مهلاً. أوقف زفاف أمي. أنا ليس. لكنها ماتت جلالتك، بالتأكيد الدجالة هربت. لا بريمنجر. هذه أنت. عزيزتي. إنها الأميرة، لقد عادت. عادت الأميرة. إنها الأميرة، إنها حية. ولكن أين كنت؟ ظننت. ما أرادك هو أن تظني. حراس، خذوه. أوقف يا أحد. هيا. لا يستطيع الهروب. لن أتركه يهرب. سررت برؤيتك. هل أنت مستعجل؟ ليس بهذه السرعة. والآن من أين ستذهب؟ أجل، لا مكان أبدا إلا عبركما. سني. سني الجميلة. أسرع أيها الأبلة. الحلزون يسير بسرعة أكبر. ماذا تفعل؟ توقف. استدر. توقف أيها الأحمق. قلت توقف. أنا أحب أسلوبك إيرفي. نعم، وأنا أيضا. لقد خدعني بريمنجر. أنا آسفة عزيزتي أناليس. عندما أفكر فيما كاد يحصل، لكن لم يحصل بفضل إيريكا والرجل الذي أحب، جوليان. جوليان؟ إنه لطيف وذكي، وهو صديقي المفضل. أمي، أنا أريد الزواج بجوليان. أريدك أن تكوني سعيدة، لكن من واجبنا أن نهتم بشعبنا أولا. سأهتم بهم، فأنا وجدت شيئا مهما جدا في المنجم. ألا يمكنني إقناعك بالبقاء؟ دومينيك، طوال حياتي حلمت أن أكون حرة. الآن دفعت كل ديوني بفضل أناليس. إلى أين ستذهبين؟ إلى كل مكان. أريد أن أغني وأرى العالم. إذن أتمنى أن تأخذي هذا معك. لا أقدر. إنه لك. بدون أي وعود؟ سوف أجازف.
كانت الأميرة أنانيس محقة بشأن المنجم. اكتشفت أنه مليء بالأحجار البلورية، وبإدارتها تم تأسيس مصنع جديد وأنقذت المملكة. بالنسبة إلى مدام كار، بعد أن قطعتها العائلة الملكية توقفت عن العمل. بعد أشهر من السفر اكتشفت إريكا أن هناك مكاناً واحداً تريد أن تغني فيه أكثر من غيره. أحياناً الحرية لا تعني الرحيل بل البقاء، وبالتأكيد عاش وولفي وسيرافينا بسعادة إلى الأبد مع العديد والعديد والعديد من الصغار. Don't you leave us, no.